الله تقبل منسي سبب ما عرفناه من القرآن العظيم، كما هللنا وما سبقنا وما استغفرنا وما شوينا، هادية واسلة خطبة نازلة وبركة سامية إلى قدرة روح سيدنا وحبيبنا وقرة عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ونبيه وأهل بيته. الله تقبل منسي سبب ما قرأناه من القرآن العظيم، كما وما سبقنا وما استغفرنا وما شرينا، هادية إلى أرواح جميع هؤلاء المذكورين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اجعل قبرهم رغدا من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم غرفة من غبار النيران، اللهم اجعل قبرهم مورسا وفي القيامة شفيعا، وفي النار سدرا وحجابا، وفي الجنة مستقرا ومقاما. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، أنزل رحمة ومغفرة ورحمة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ارفع لهم درجات وكفر لهم السيئات، وادخل الجنة مع الآباء والأمهات يا أيها المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم أجرنا من النار السالمين، وأدخلنا جنة آمنين. اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا يا الله واجعل اولادنا وذرياتنا من اهل العلم ومن اهل الخير، ولا تجعلنا واهدنا للشر الخير برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا جبار. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله نسأل الله السلام. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dumateng panjenenganipun Romo Yai Mahfud Hasyim kaaturaken agung-agungipun matur nuwun. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dipun ngajengaken adicara KKB Gansang. Inggih menika sambutan saking ketua panitia. Dumateng panjenenganipun Gus Fuad Fatahillah. Waktu soho panggilan Allah aturakan semua dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulih karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirin para alim para ulama khususnya dan tuan Romo Yai Haji Hasan Musafi Koroko, Romo Yai Haji Mahfud Hasyim, Romo Yai Mahfud Hasyim, Romo Yai Haji Abdurrahman yang saya hormati dan studio oleh Kiai dan Prof. Sajat Kaurah Sebat kita Tuhan Tunggal studio hari jamaah yang atas hati Romo Yai Haji Mahfud saat ini pun monggo kalau panjang selesai santai ngadarakan bersyukur alhamdulillah Allah Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau bangsa baik di kita rahmat. Nikmat taufik serta hidayah pun di mata kulo dan pada sini sehingga alhamdulillah
ngantos yang sebelum menikah Allah.